ترى بتعرف تدي تعليمات؟ يا ترى بتعرف تأمر الناس ازاي انهم يعملوا حاجة؟ يا ترى بتعرف ازاي تنهي الناس عن ان هم يعملوا حاجة؟ النهاردة ان شاء الله هنعرف ده كله في درس النهاردة في الجرامر في نهاية الوحدة الرابعة. This is Mr. محمد طلحة and you're watching Learn English with Mr. طلحة. حبايبي طلبة وطلبات صف الأول الإعدادي، قبل كل شيء يلا نصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أسلوب الأمر وكمان أسلوب النهي. طبعا واخدين قبل كده إن أنا بستخدم صيغة الأمر لما أجي أطلب من شخص إن هو يفعل شيء أو أمره إن هو يعمل حاجة أو أديله تعليمات، وفي صيغة الأمر أنا ببدأ دايما بفعل في المصدر بدون إضافات. يعني لو عايز اقول للواحد افتح الباب مش يفتح، افتح الباب هقول له open the door، تاني هقول له open the door. ايه ده مستر ما ينفعش اقول opening the door؟ هقول لك لا. طب ما ينفعش اقول opens the door؟ هقول لك لا. لازم الفعل هنا يكون بدون اضافات يعني في اصله، فهقول open the door لما كانت المدرسة بتقول لنا او المدرس بيقول لنا اتفضلوا اقف او اقف، كان بيقول لنا stand up، دي instructions تعليمات، stand up قف، أقول لنا sit down اجلس، ما كانش بيقول لنا standing up ولا كان بيقول لنا stood up، لا كان بيقول لنا stand up. برضو لما كان بيقول لنا اجلس فكان بيقول sit down، ما كانش بيقول لنا sitting down ولا sits down ولا sat down. طيب قال لي لما اجي انهي واحد ان هو ما يعملش حاجه، يعني اقول له اوعى تعمل حاجه دي او لا تفعل، لا تفعل بستخدم فيها دايما كلمه don't، وdon't بيجي وراها مصدر الفعل، وهنا ما ينفعش استخدم النهي ب doesn't ولا ب didn't، لازم يكون ب don't، وdon't هيجي وراها مصدر. يعني لو عايز انهي واحد من ان هو يفتح الباب يعني اقول له لا تفتح الباب، فهقول له don't open the door، don't open the door يعني لا تفتح الباب. طب عايز اقول له لا تقف هقول له don't stand up، don't stand up يعني لا تقف. طب عايز اقول له لا تجلس هقول له don't sit down، don't sit down يعني لا تجلس. يبقى اذا في النهي بستخدم don't، في الامر واعطاء التعليمات بستخدم فعل في المصدر بدون اضافات. قال لي في كمان حاجتين مهمين جدا لازم اخلي بالي منهم، ان هو ممكن يستخدم لي الكلمتين دول في الامر والنهي always اللي معناها دائما، وكلمه never اللي معناها ابدا. ايه ده يعني يستخدم always ونيفر في الامر والنهي؟ قال لي ايوه، لما احب امر واحد ان هو يعمل الحاجه دي دايما دايما ببدا بكلمه always وبرده بجيب وراها مصدر، ولما اقول له اوعى تعمل الحاجه دي ابدا على طول بجيب كلمه never، وكده كده الاثنين هيجي وراهم في instructions infinitive يعني فعل في المصدر بدون اضافات. يعني لو بقول للواحد اغسل ايديك قبل الاكل المفروض ان هو يعمل الحاجه دي دايما، فهقول له دايما اغسل ايديك قبل الاكل، فاذا هقول له always wash your hands before eating. Again, always wash your hands before eating. يعني دايما اغسل ايديك قبل الاكل. يبقى اذا التعليمات اللي انا بديها له هنا بقول له ان دايما اعملها، مش بقول له اعملها دلوقتي بس. نفس الكلام في never، لو بجيب never يبقى بقول له اوعى تعمل الحاجة دي ابدا مش دلوقتي بس. يعني لما اجي اأمر ابني واقول له never play with knives يعني اوعى تلعب بالسكاكين ابدا، يبقى لاحظ never جوارها مصدر، always جوارها مصدر، هنا بأمره انه يعمل حاجة على طول وهنا بنهاه انه ما يعملش الحاجة دي ابدا. تعال نشوف بقى الامثله دي ونشوف بتجيلي في الاخطاء ازاي. يقول لي keeps your password secret، وهنا اقول له صح هقول له طالما هنا الفعل امر يبقى لازم يكون في المصدر، يعني اقول له مش keeps خالص، ما ينفعش ازود لها حاجه، يعني المفروض اقول keep. So keep your password secret يعني حافظ على كلمة المرور بتاعتك سرية. اللي بعدها يقول doesn't waste your time يعني ما تضيعش وقتك، اقول له الامر ما بيكونش ب doesn't، الامر بيكون ب don't، النهي الثاني بيكون ب don't مش ب doesn't. So don't waste your time. Don't drink water from the canal. طب ما هو يا مستر جايب لي don't اهو، هقول لك بس مش جايب له مصدر، هو جايب لي كلمة drink والمفروض drink تبقى
drink عشان don't بيجي وراها مصدر الفعل. طب نفس الكلام never، قلت never بقى لما يبدأ بيها يبقى بينها شخص ان هو يعمل حاجة دي ابدا، فالمفروض اقول never ها leave، اوعى تقول never leaves. So never leave the door open when you go out، يعني اوعى تسيب الباب مفتوح لما تخرج برا، انا بنهان وما يعملش الحاجة دي ابدا. طيب تعال نشوف always studies your lessons، بقول له دايما ذاكر دروسك، حاول لك always study. ليه؟ لأن always لما تيجي كأمر لازم يجي وراها مصدر الفعل. The next أحمد gives me some water please. لاحظ إن أحمد هنا جاء وراكما، يبقى أحمد هنا منادى وليس فاعل، فأنا بقول له يا أحمد، يا أحمد أعطيني، فبالتالي دي جملة أمرية عادية جدا، فلازم أقول give، ما أقولش gives، فأقول له أحمد يا أحمد give me some water please. وبكده يبقى أنا عرفت إزاي أدي تعليمات، وإزاي كمان أأمر ناس بفعل أشياء معينة، وإزاي أنهاهم عن فعل بعض الأشياء، وإزاي أمرهم إنهم يعملوا الحاجة دي على طول، وإزاي أنهاهم إنهم ما يعملوش الحاجة دي أبدا. تعالوا نشوف بقى الكلام ده في كتاب جيم وكتاب المعاصر. تعالوا نشوف كتاب المعاصر صفحة 216 بيقول لي number one make friends with people you don't know online. طبعا المفروض ان انا ما اعملش صداقات مع الناس، هنا يبقى ده بسميه نهي، والنهي لازم يبدأ بكلمة don't. تاني النهي لازم يبدأ بكلمة don't. اللي بعدها بيقول لي for help from a parent or a teacher، طبعا هنا فعل الامر بيكون في المصدر بدون اي اضافات في اصل الفعل، يبقى المفروض اقول ask. ask اللي بعدها بيقول لي don't eat photos to people you don't know، طبعا هنا طالما بيقول don't، don't هيجي وراها مصدر الفعل، فبالتالي هقول don't send. don't send اللي بعدها بيقول لي to make a video call on your tablet. on your tablet طبعا هنا برضو instructions تعليمات، والتعليمات لازم تكون فعلها امر في المصدر، فبالتالي هقول tab. tab اللي بعدها ايه tell people online your telephone number، طبعا هنا النهي بيبدأ بكلمة don't، so don't tell people، ما ينفعش اقول doesn't ولا didn't. number 6 بقول don't eat the road here it's dangerous، لانه خطير، يبقى اذا برضو don't be وراها مصدر، فلازم اقول don't cross. تاني لازم اقول don't cross. number 7 بقول don't go out now eh here، طبعا برضو نفس الكلام في الامر هختار مصدر، فحقول wait here. اللي بعدها your laptop to make a poster، your laptop to make a poster، يبقى اذا هقول use، طبعا فعل الامر تاني بيكون في المصدر. instructions يا حبايبي كلها بتبقى اوامر في المصدر بدون اضافات. eh quiet when your father is asleep، طبعا هنا لازم اقول له keep quiet. keep quiet برضو مصدر الفعل. don't eat food that is unhealthy، يبقى لازم هقول don't eat لان don't بيجي وراها مصدر. اللي بعدها بقول لي keep your password secret، برضو الانستراكشنز هتبقى فعل في المصدر، فبالتالي هقول keep. keep اللي بعدها بقول لي first putting some water in a kettle، يبقى لازم اقول put. put يعني ضع. اللي بعدها doesn't tell people your personal information، برضو هقول don't. don't طبعا النهي بيكون ب don't مش ب doesn't ولا ب didn't. didn't waste your time playing games، برضه هقول don't waste your time يعني لا تضيع وقتك. اللي بعدها بيقول لي don't drink water from the canal، برضه هنا لازم اقول drink. ليه؟ لان don't بيجي وراها مصدر الفعل. اللي بعدها went to the ticket office، هنا برضه هقول go. go to the ticket office. اللي بعدها it's hot opening the window please، طبعا الطلب او الانستراكشنز هتكون بكلمه open يعني فعل في المصدر، يبقى هقول له open the window please. تعال يلا نشوف الكلام ده في كتاب جيم page 195 صفحه 195 بيقول لي ايه write on your desk keep it clean، طبعا هنا نهي، بقول له ما تكتبش على الديسك خليه نظيف، يبقى don't، قلنا النهي بيكون بكلمة don't. to make a video call eh your tablet on، طبعا هنا برضو فعل أمر، فبالتالي أو تعليمات بقول عليها turn، بيكون فعل في المصدر. eh for help from a parent or a teacher، طبعا هنا الفعل بيكون في المصدر، يبقى ask. علي، خلي بالك إن علي هنا منادى مش فاعل. eh this book in your bag، يبقى إذن put يعني ضع. اللي بعدها please a the door when you go outside، برضو نفس الكلام instructions، يبقى close. close اللي بعدها a say unkind things to your friends، ما
ما تقولش ده نهي. طب يا مستر ما هو مفيش هنا دونت. قال لي هنا هختار كلمه نيفر. نيفر معناها ابدا، يبقى ما تعملش الحاجه ابدا. يبقى اذا يا حبايبي انا ممكن بدل دونت اجيب نيفر، بس لما اجيب نيفر عشان اقول للشخص اللي قدامي ما تعملش الشيء ده ابدا. طيب ولو قلت اولويز معناها ان نعمل الشيء ده على طول. طب اللي بعدها بولت doesn't give your personal information to anyone. طبعا هنا هقول don't. Don't give your personal information to anyone. اللي بعدها first putting برضو نفس الكلام، فعل أمر يبقى put. اللي بعدها tell people your password. Tell people your password. طبعا هنا الناس هتقول لي ما هو جايب اهو يا مستر تيل فعل في المصدر. هقول لك بس خلي بالك ده المفروض يكون نهي مش أمر. يعني المفروض أقول ما تقولش للناس، يعني المفروض تبقى don't tell. تاني don't tell. اللي بعدها بيقول لي please do that again. It's too bad. طالما سيء يبقى المفروض اقول له ما تعملوش مش اعمله. فالمفروض اقول don't do again. Don't do that again يعني ما تعملش الكلام ده مرة تانية. Thank you very much for watching. But don't forget like, share, subscribe. And don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا اللي لسه ما اشتركش في القناة ينزل يشترك بسرعة ويدعم القناة. واللي لسه ما فعلش الجرس ينزل يفعل الجرس عشان يوصلوا كل الحلقات اللي جايه ان شاء الله، وكمان عشان يوصلوا حل الامتحانات اللي هنبدا في حلها ان شاء الله بعد ما نخلص منهجنا. اوعى تنسى صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. جود باي، سلام عليكم.